كتعيين مش في وقته. المفروض يعني ضايل 3 شهور للجنة اللي كانت موجودة، المفروض تنهي مهامها بعد 3 شهور وتصير انتخابات، والانتخابات هي اللي بتقرر. هي البلدية مش ملك لحدا لحتى يعينوا ما يعينوش، احترام لوزارة الحكم المحلي. عندنا النظام ديمقراطي، المفروض انه اعطوها مهلة تكمل 3 شهور وبعديها يعملوا انتخابات ويشوفوا مين اللي راح يفوز في الانتخابات. يعني قرارات الحمد لله رب العالمين دائما الشعب ما له دخل فيها. هلا احنا في عندنا رموز وشخصيات كبيرة، رؤوس كبيرة، هي اللي بتتحكم عمالها بالبلد. اهل هالبلد ما لهم دور اصلا. هلا هن بعرفش، هي طاسة وضايعة بقولوا لها. هذا هو كل الموضوع باختصار. مفيد البلد شوربة، لا في كبير ولا في اي حدا له كلمه بهالبلد، وبالذات نابلس. نابلس مهمشه مهمشه، بس هذا جاي من الاخر. يعني نابلس كانت المفاجاه، طبعا هذه لنا المفاجاه احنا. طبعا كانت المفاجاه لنا انه اجى واحد وتعين الانام معين، يعني جاهز تعين. احنا لازم تكون في انتخابات للبلديه، انتخابات نزيهه. هذا بنتأمل إن شاء الله من الشعب اللي يختاروا هيهم. والله إحنا من حب إنه يكون نرجع للاستفتاء وللانتخابات. والله رأيي إنه نرجع لأهل نابلس وللانتخابات أفضل من التعيين لجنة. بدك المزبوط ينزلوا انتخابات نزيهة، تكون انتخابات حرة أحسن ما إنه هيك. لأنه ولا لا يرضي الخالق، بيجيبوا فلان من فلان كل احترام لهم، ما بتلاقيش لهم أريحية. الأريحية لما يكون في انتخاب شعبي من الناس كلها، من الشعب، من أهل نابلس. بلدية نابلس إلها حق، أهل نابلس فيها، أهل نابلس إلها حق فيها، مش إنه وضع على عيني وراسي الإشي. إن شاء الله إنه الصالحين، إن شاء الله إنه صادق، بس أهل بلدنا هذه طبعا مرفوضة طول عمرنا. يعني احنا بنعرف رئيس البلدية بيجي عن طريق الانتخابات، عن طريق صندوق الاقتراع. مش بنصحى بنلاقي رئيس جديد ولجنة جديدة ما بنعرفش من هم شو بلشوا وشو هذا. ونزل اول يوم على الشارع هو، صار يعمل استفتاء مع الناس. طبعا الرئيس الموجود حاليا واغلب الناس انتقدته انه كل شغله غلط. رئيس البلدية متعودين يجي عن طريق الانتخابات. ضد انه يعين لجنة بدون انتخابات، لان الناس بتختار رئيس البلدية اللي بدها اياه هي المناسب. لجنة بدهم يفرضوا علينا فرض، رئيس بيصير فرض. احنا مع الانتخابات، حرية الرأي هاي، واللي بده ينتخب بينتخب واللي بدهش هو حر، بس احنا مع الانتخابات. ضد انه يتعين تعيين بدها تصير زي التزكية، والتزكية مش راح يهتم رئيس البلدية، مش راح يهتم، خلاص راح يقعد على منصبه وخلصت وراحت. يعني صار مسمى انه رئيس بلدية. لا يا عمي، احنا ضد انه تيجي تعين لي رئيس بلدية على خاطرك. عمره ما تعين رئيس بلدية على خاطر لجنة البلدية. انتخابات مع الانتخابات.